وعايزة اقول ان احنا النهاردة فقدنا ماجي. نعم، فقدنا ماجي شهيدة كنيسة البطرسية، وهي ماجي الحقيقة كان وشها بشوش جدا جدا جدا، وصورتها معبرة جدا على الانترنت، وكانت مصر كلها بتدعي لها ان ربنا يوفقها وتعيش، ولكن اراد الله سبحانه وتعالى ليها مكان افضل بكتير لانها ملاك وما عملتش لسه حاجة غلط زينا، محظوظة جدا. تعالوا نشوف فيديو لماجي وهي في مسرحية في المدرسة. مش عارفة اللي بيعملوه ده بيحللوا لنفسهم ازاي، يعني ده حتى لو يعني هم مقتنعين ان اي حد مش على دينهم يبقى كافر مثلا. طب هي ما اختارتش دينها على فكرة، يعني هي اتولدت لقت نفسها اهلها كده، يعني منين هذا المنطق ان انا اقتل اطفال، افجر اطفال، وتقولوا معانا حق، معاكوا حق ازاي؟ ازاي؟ مش فاهمه.